حلقتنا النهاردة مميزة جدا علشان هي هتتكلم عن حدث مميز جدا اللي هو عيد الأم. عيد الأم مناسبة سنوية بنحتفل بيها في يوم ثابت كل سنة، بنحتفل بيها كل واحد بيحتفل بطريقته، اللي بيعمل مجهود كبير جدا بيجيب هدية كبيرة جدا وبيحتفل بطريقة كبيرة، واللي بيكتفي بتعبير بسيط عن الامتنان ببوسة على الراس. المهم انه كل سنة في اليوم ده كل ابن او بنت بيكون بيتصارع انه يرد جزء من الجميل اللي عمره ما بيترد. عمره ما بيترد لمين؟ للأم. الأم اللي هي كل حاجة، اللي هي أساس الحياة، الأم اللي بتشيل واللي بتربي واللي بتخلف واللي بتراعي واللي بتخبي الأسرار واللي بتقول مش هقول لأبوك لما يجي أو هقوله على حسب العملة كانت عاملة إزاي. يعني الأم هي كل حاجة، كل مصادر الأمان، كل إحساس بالدفى، كل إحساس بالرجوع للبيت. مهما كان سنك، مهما كان وظيفتك، مهما كان مستواك الاجتماعي، من غير الأم بتحس بتخبط. انت طول الوقت محتاج مرجع. المرجع عند كل حد فينا، اختلفنا او اتفقنا في ثقافتنا او في تعاملاتنا، معظم الوقت بيكون الأم. وطبعا شكرا لكل أم طلعت جيل، طلعت أبناء فاهمين ان دور الأم في حياتهم هو الأساس في كل حاجة. الأمومة شيء مش سهل أبدا، شيء مش سهل انك تكوني مسؤولة عن روح جديدة كونت جواكي وفجأة بدأت تطلع للعالم، وانت المسؤولة بنسبة كبيرة جدا عن هتطلع ازاي للعالم، هيقولوا عليها ايه، هتطلع عاملة ازاي، هتطلع شاطرة، هتطلع متفوقة، هيطلع مش هتطلع بس. احنا برنامج ستات بس مش متحيزين قوي كده يعني. فالأمومة هي اكتر حاجة واكتر وظيفة في العالم، مش بس هنا يعني، في كل العالم هي اكتر وظيفة حقيقية. لو اتشالت احنا مش هنفهم احنا بنعمل ايه، احنا فين، هنحس بالتوهان. وكمان الام مش بس في البني ادمين، اعزكم الله، في الحيوانات كمان. دايما هتلاقي ان القطط والكلاب الام بالنسبه لهم هي الحاجه اللي بيعرفوها، هي الحاجه اللي بيدوروا عليها من اول يوم لحد ما يبداوا يكبروا. فالام في كل الثقافات وفي كل الاديان وفي كل الدول وفي كل البلدان، الام هي الام. حتى لفظ ماما يعني سواء قلنا زي بعض او لا، في ناس بتقول ماما، في ناس بتقول امي، في ناس تقول يا ماما يا اما، يعني وات ايفر، ايا كان الطريقه اللي هتقول بيها يا ماما، لفظ ماما في مختلف الدول او في مختلف الثقافات او اللغات قريب لبعضه جدا. يعني في ناس بتقول ما، في ناس بتقول ماما، يعني الاختلاف ما بيكونش كبير لانه في الاخر هو وصف دقيق للحاله، الامومه. فشكرا لكل ام قدرت تعمل ده وقدرت تربي جيل كبير متحمل مسؤولية وعارف معنى كلمة أم. طبعا مش هنسى أبدا الست العاملة اللي فجأة بتلاقي نفسها كمان أم، فمسؤولة عن حاجتين في نفس الوقت، هي مسؤولة عن بيت وأطفال وتربية ومسؤولة عن عمل كمان. فأنتي بتقومي بعمل عظيم، أنتي فعلا تستحقي كل شكر وتقدير، مش مجرد يوم واحد بس. احنا دلوقتي عندنا يوم واحد نقولك فيه كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي أم عظيمة، كل سنة وانتي عارفة تقومي بدورك كويس جدا، وكل سنة وانتي مربية أجيال ورا أجيال عارفة قيمة الأمومة وعارفة تسلمها للأجيال اللي ورا بعضها. أوكي طيب، احنا دلوقتي في عيد الأم فعايزين نبدأ نتكلم عن الهدايا. ايه الهدايا اللي اقدر اجيبها لمامتي في عيد الام؟ ما اقدرش قوي اقول لك روحي هاتي كذا، بس دايما بشوف ان الامهات بتحب قوي، ما اعرفش ليه بجد، بتحب قوي الحاجات اللي للبيت. يعني معظم الامهات ما تتبسطش خالص لو جبت لها حاجه جديده، مثلا جبت لها جاكيت جديد، شنطه جديده، لا هتتبسط اكتر بكتير لو جبت لها حاجه للمطبخ، حاجه مفرش سفره، حاجه نتغدى نحط في الاطباق الجديده اللي انت جبتيها. فايا كان مقدرتك الماديه او مقدرتك الماديه، مهم قوي تعمل لفتة صغيرة لمامتك في يوم زي ده، أكيد هتفرق. وبالحديث عن ده مش عايزين ننسى أبدا كل أم اتحرمت من كلمة ماما، قلبي معاكي، أنا حاسة بيكي وبقولك أنه كل حاجة ليها وقتها وكل حاجة بتتمنيها ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، بس خليكي عارفة
ان اللي بيحصل ليه خير كبير، ممكن ما تبقيش عارفاه دلوقتي بس في يوم من الايام هتعرفيه. ومش عايزه انسى كمان كل حد اتحرم من مامته، بقولك او بقولك احنا معاكي، مش لازم تتضايقي من الناس اللي بتحتفل بعيد الام، عشان بشوف ده كتير على السوشيال ميديا، بشوف ان هم بيكونوا متضايقين من اليوم ده وبيقفلوا الفيسبوك، فما تتضايقوش منهم، سيبوهم يحتفلوا بطريقتهم وربنا يرحم ماماتكم. بس قبل ما نطلع الفاصل استنونا في خيمة وناسة وحفل سحور قناة هي بأجواء رمضانية، هتعجبكم جدا أنا متأكدة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا دلوقتي رنا رضا، ام امراه عامله، مؤسسه صفحه رنا ذا مام. قررت انها تفيد غيرها من الامهات وتديهم شويه نصايح وتابس، هنسمعها معاها دلوقتي. اهلا بيكي يا رنا. ازيك يا تقى، عامله ايه؟ منوره الدنيا. شكرا جدا. كلميني الاول عنك، انت خريجه ايه، بتشتغلي ايه، قبل ما نتطرق للاحاديث الثانيه. بصي انا خريجه تجاره انجليش دفعه 2014 بشتغل في الاتش ار او في هيومن ريسورسز عامه، وده تقريبا مجالي من ساعه ما اتخرجت يعني. حلو قوي. طيب ندخل بقى على طول في الموضوع بتاعنا بتاع الحلقه النهارده. اول ما عرفتي انك حامل حسيتي بايه؟ كان اكتر وقت تقريبا حسيت فيه بمشاعر مختلطه مش طبيعيه. طبعا خوف وفرحه وقلق من اللي جاي، بس اللي كان مسيطر اكتر بصراحه الفرحه، لان انا يعني اللي يعرفني يعرف انا قد ايه بحب الاطفال، فيعني حتى صحابي دايما كانوا بيقولوا لي ان انت ام قوي في نفسك. فانا كنت مبسوطه جدا، بس طبعا كنت مرعوبه، يعني الموضوع مش سهل خالص. اكيد يعني هي تجربه جديده، احنا مش عارفين اثرها علينا هيكون عامل ازاي. في بني ادم يا جماعه، مش هزار خالص. طب ايه اكتر حاجه خفتي منها اول ما عرفتي انك حامل؟ المسؤوليه، يعني حسيت انه في بني ادم جاي، ومش بس بقى مسؤوليه اكل وشرب ولبس وكده، لا يعني حسيت بقى ان الموضوع اكبر من كده بكتير. فبدات بانيك وقلت طب ده بني ادم، محتاجه ابقى فاهمه اكتر في التربيه، محتاجه اعرف ازاي اطلع الشخص ده بني ادم سوي. فاي حاجه احنا هنعملها كاب او ام هتاثر فيه مستقبلا، فانه مثلا ما يطلعش لا قدر الله عنده عقده من حاجه او اثر عليه باي شكل سلبي. صح. فده كان اهم حاجه شغله تفكيري. فمن ساعتها بقى وانا بدات ان انا احاول اثقف نفسي على قد ما اقدر قبل ما يجي، يعني عشان طبعا لما يجي مش مفيش وقت اعمل اي حاجه. حلو قوي. طب دايما بنقول ان اللي شاف غير اللي جرب، يعني اللي بيتفرج على الحاله من بره. انا شفت امهات كتير، بس ايه الحاجه اللي اتغيرت فيكي او غيرتي رايك فيها اول ما بقيتي ام؟ بصي هو دي حقيقه، يعني احنا كنا دايما بنشوف الناس ان هو لا انا مش هعمل كده لما اخلف، انا ايه ده الطفل ده بيعيط ازاي مامته سايباه كده، فاحنا انا لما يبقى أنا عندي طفل لكم تنظير بس انا لما يبقى عندي طفل مستحيل اعمل الكلام ده. فطبعا ده كله كلام غير واقعي بالمره. ففي حاجات كتير قوي يعني بالنسبه لي اتغيرت. فكره ان انا ما امشيش ورا كلام المجتمع من غير ما افكر، اللي يقولك مثلا ان انت كأم مش هت لازم يبقى ليكي ستاندردز معينه انت ماشيه بيها، يعني انت لو انت ما عملتيش كده تبقي ام مش كويسه، او انت لازم تعملي ده عشان يبقى مفهوم الام الناجحه متحقق معاكي. فده طبعا انا لما بقيت ام عرفت انه الكلام ده يا جماعه ومالوش اي اساس من الصحه، او انت الطفل اللي بيجي ده غالبا هو اللي بيربيكي مش انت اللي بتربيه. صحيح. فما ينفعش ان احنا نخلي الكلام ياثر علينا ويهز ثقتنا في نفسنا كامهات. فدي اكتر حاجه انا بحاول اعملها دلوقتي واركز فيها، لان طبعا كل الامهات غصب عنهم بينجرفوا ورا الكلام ده وبيأثر فيهم بشكل او باخر. ده حقيقي. احنا كده كده اول ما بنلاقي ام جديده بتنهال بقى عليها النصايح من ماما، ودي قالك اعملي كذا ودي اعملي كذا، اللي هو شويه لبن في ميه دافيه وحاجات كده، وصفات هم معتمدينها او طريقه تعامل، بس في الاخر اكيد احنا مختلفين والاجيال كلها بتختلف. دي حقيقه. الموضوع يعني من بره فعلا مختلف، يعني من جوه مختلف ومن بره شكله مختلف تماما. ده حقيقي. طيب ايه المشاكل اللي قابلتك في اول مرحله في الامومه؟ ايه كتير. بصي انا اكتر مشكله قابلتني كانت في الرضاعه، لان انا لما يعني ابني اتولد كان يعني كان تعبان شويه، فدخل حضانه فقعد حبه في الحضانه، ولما خرج انا تعبت، دخلت تقريبا قعدت شهر في المستشفى. فكان مشكلتي ان انا مش عارفه ارضعه كويس، وطبعا مش عارفه بوند معاه، وام جديده متوتره، هو مش دايما بيبقى معايا، فكان بيقضي وقت فترات كبيره قوي بعيده عني. فطبعا ده اثر على الرضاعه، وبرده كان
في عليكي بريشر انه ايه ده انت ام لازم ترضعي طبيعي، وده انه هو ده التوب، انت لو ما رضعتيش طبيعي تبقى انت كده مش عامله اللي عليكي. واحنا زي ما قلت لك احنا بجد بنتاثر بالكلام ده، يعني انا ممكن ابقى قاريه وعارفه انه خلاص انا عملت اللي عليا وزياده ومش يعني ما عنديش اوبشن اعمل تاني حاجه تاني، وربنا مديني اختيار تاني ويعني مش وحش، يعني الدكاتره نفسهم بيقولوا انه عادي ان انت تعملي كده، بس نفس الوقت انت من جواكي حاسه انه ايه ده انا عامله حاجه غلط. فانا كان اكبر تشالنج بالنسبه لي في اول فتره دي الرضاعه والنوم طبعا. اكيد. طب مين اكتر حد كنت بتلجئي له في الوقت ده؟ اختي الكبيره طبعا. ربنا يخليها لي، هي ام قديمه فبنتها 11 سنه ما شاء الله، فكانت بالنسبه لي هي السورس اللي بلجا له، وجوزي طبعا كان بيساعدني في حاجات كتير قوي، فهو اللي كان يعني اكتر حد واقف جنبي المرحله دي. حلو قوي. طيب جات لك منين بقى فكره البلاتفورم او البلوج اللي عملتيها عشان تساعدي بيها الامهات؟ بصي، هي فكره البلوج جت ان انا لما جيت ابتدي احضر نفسي للامومه كان عندي اسئله كتير جدا مش عارفه اوصل لجواب يفيدني. يعني الانترنت مليان معلومات ومليان اجابات، بس انا عايزه حاجه حد يقول لي اعملي كذا، يعني انا عايزه اوصل للخلاصه، انا عايزه حد كبير يوجهني بصراحه. ايوه، يعني حد يقول لي روحي اعملي ده هعمله والله مش هجادل يعني، بس انا للاسف ما لقيتش ده. فطبعا اتخبطت كتير قوي، كان في حاجات كتير قوي بجرب فيها وبغلط، و يعني مثلا هقول لك اكزامبل هدوم البيبي، انا جبت كميه حاجات بجد ما اتلبستش ولا مره، لان انا مش عارفه اجيب سايز ايه، اجيب ايه امتى، طب هو هيلبسهم ولا لا. فاللي انا بحاول اعمله في البلوج او فكرته ايه، ان انا يا جماعه جربت ده وهي دي الخلاصه. بلس ان انا عارفه ان برده في معلومات كتير قوي ممكن الام توصل لها، بس فكره ان في يعني ديتيلز صغيره قوي مش اي حد هيعرفها غير الام اللي جربتها اللي عاشت التجربه نفسها يعني بتاعت الام. يعني ممكن تبقى تب صغيره قد كده انت من بره تشوفي اللي هو ايه ده حاجه عاديه جدا، بس لو ام هتحس انه ايه ده ازاي ما فكرتش فيها قبل كده. فانا بحاول دايما اركز في التبس او الديتيلز الصغيره اللي هتخلي حياه الامهات اسهل. انت عارفه اني مره شفت تاب مش عارفه هي صح ولا لا، بس شفت انه اللبن بتاع البيبي لو قلبتيه بطريقه عشوائيه كده بيعمل بابلز فبيعمل غازات بالظبط، يعني انت فخ في البطن ده صح. دي حقيقه. انا مثلا هقول لك انا اكتر فيديو جايب عندي فيوز على البيج كان بجد تيب، والله هي ليترلي ب 12 جنيه يعني مش هقول لك ب 3 جنيه، ب 12 جنيه انه في مثلا بيس صغيره قماش قد كده بتوصل السالوبات ببعضه، عشان لما السالوبات معظم الاطفال بتطول قوي وبيبقى لسه جسمها زي ما هي، فالسالوبات بيقصر وبيفضل حجمه كبير على البيبي، فالاكستنشن ده بيخليكي تستخدمي مثلا بدل ما تستخدمي 3 شهور هتستخدمي 6 شهور. اوكي. فهو بجد هي تب بسيطه جدا، بس انا لما اكتشفتها حسيت ايه ده اختراع، احنا فايتنا كتير. فهو ده اللي الامهات عايزاه، اللي هو انا عايزه زيتونه تسهل عليا حياتي. بس برافو عليكي انك يعني عشتي تجربه وحاولتي تسهلي على اللي بعدك بالزبط. حاجات صغيره يعني حتى لو انت شايفاها صغيره بس اكشلي هتبقى كبيره بالنسبه لهم، لانك وفرتي عليهم وقت ومجهود وتجربه. بالظبط، لان الامهات كمان مش ناقصه، يعني هي حياتها يا عيني مليانه فراده وبتجري ورا ده حوالين الاطفال وبتفكر فلو في حاجه هتسهل الدنيا عليها فواي نوت، يعني هو ده كان هدفي الاساسي ان انا اساعدهم وانقل لهم التجربه بعد ما غلطت وبعد ما اتعلمت وبعد ما لبست في حاجات مثلا كتير بفلوس كتير ما اتلبستش، فهو ده اللي بحاول اركز عليه. حلو قوي. طيب انت مع فكره التربيه الحديثه ولا التربيه التقليديه اللي اتربينا عليها؟ ده سؤال شائك. بصي، هو التربية الحديثة انا يعني انا برو طبعا التربية الحديثة، بس لو احنا بنعملها صح، لانه طبعا في فهم خاطئ عن التربية الحديثة، لو في حد شافها من بره وما فهمش اكتر هي ايه او ما حاولش يفهم هي عبارة عن ايه، فهو خط بسيط قوي، بدل ما هتبقى تربية حديثة هيبقى هتتقلب ضدك فيبقى الطفل بتدلع زيادة عن اللزوم. فانا مع التربية الحديثة لو اتعملت صح. يعني اتعملت صح، ما تكلمينا اكتر بقى عن الحته دي، اتعملت صح بمعنى يعني؟ بصي، هو انا طبعا مش متخصصه فانا ممكن اقول لك وجهه نظري انا أكيد. كام تجربتك، هو احنا اصلا في الاخر بنسعى ورا التجارب، التجارب هي الحاجه الحقيقيه للحياه، احنا بنجرب بنكتشف بنشوف. بالظبط، يعني مثلا الطفل التربيه الحديثه يعني اللي المفروض تحصل ان انت بتعلمي الطفل ان كل حاجه ليها عواقب. انا مثلا دلقت كوبايه اللبن، العواقب بتاعتها ايه؟ العواقب مش عقاب، ان انا العواقب بتاعتك ان انت دلقت كوبايه اللبن فانت محتاج تروح تجيب فوطه وتمسحها. فتعلم الطفل ايه؟ ان انا لما ادلق كوبايه لبن هضطر ان انا اعمل افورت واجيب الفوطه وامسحها، فبعد كده لا هيخلي باله قبل ما يعمل اكشن زي ده. التربيه الحديثه الغلط
اللي هما بيخافوا قوي على احاسيس الاطفال، اللي هو ايه ده يا حبيبي انت دلقت اللبن، معلش فدايك، المهم انت روح انت وانا هعملها. فهو الطفل كده اتعلم ايه، ايه ده عادي، طب ما انا هدلق اللبن في حد تاني هيلمه، اي حاجه حد هيلمه ورايا. بالظبط. التربيه بقى اللي احنا كنا متربيينها زمان، انه الطفل بيدلق اللبن يقول لك ايه ده دلقت اللبن، طب ما فيش لعب بقيه اليوم. الطفل بالنسبه له ايه العلاقه، يعني انا دلوقتي دلقت اللبن، انت حرمتيني من اللعبه. هو مش عارف يربط، يعني هو كمخه لسه مش ديفلوبت ان هو يربط العقاب ده بالاكشن اللي هو عمله. فهو كده ما اتعلمش برده حاجه. فالفكره انه زي ما بقول لك اللاين اللي هو بين التربيه الحديثه وبين انه ادلع الطفل بزياده او اطلعه مش عارف ياخد مسؤوليه افعاله، هو ده اللي ممكن يقلب ضدنا. لكن طول ما هي معموله صح فانا طبعا معاها يعني. صح فعلا معاكي حق. طيب بتشوفي ان ده مريح للاهالي ولا متعب؟ اللي هو ايه؟ التربيه الحديثه او الاهتمام بالافعال، تبريرها او تفسيرها بشكل اكبر من المنطق كده، اللي هو ده لا اصل لما ازعق له هيحصل له كذا، اصل ممكن ينهار ويقعد يعيط، يعني بحس ان في هسل كبيره كده في التربيه الحديثه. هو صعوبتها ان احنا ما تربيناش عليه. يعني انا بالنسبه لي اكتر حاجه صعبه في التربيه الحديثه ان انا اكسر يعني تفكيري او فكري عن التربيه اللي انا تربيتها. فانا محتاجه اوقف السايكل دي وابتدي ان انا اطبق التربيه الحديثه وانا اصلا مش شفتهاش قبل كده. فاحنا كل معلوماتنا عليها ايه، دراسه وكتب وقرايه، وبنحاول ان احنا نجتهد على قد ما نقدر عشان ناخد المعلومه. بس هل انت شفتي حد بيطبقها صح او شفتي حد مثلا؟ لا احنا للاسف ما عشناش ده. طبعا مش بقول ان احنا اتربينا غلط، بالعكس يعني كل يعني اهالينا يشكروا انه يعني الحمد لله طلعونا جيل كويس. ف انا مش بعيب في التربيه القديمه، بس التربيه الحديثه صعوبتها ان احنا فعلا ما شفناهاش. يعني انت محتاجه ان انت تعملي مجهود كبير قوي وتقري وتدرسي عشان تفهمي انه انا كده بعمل صح ولا غلط. اوكي، يعني احنا دلوقتي زي ما نقول كده احنا لسه الجيل اللي بيجرب. بالظبط، يعني وهنشوف اثر ده بعدنا. بالظبط، دي حقيقه. طيب ايه المشاكل اللي بتواجهك مع ابنك دلوقتي؟ احنا في مرحله فرض الشخصيه، يعني بصي هو عنده كام سنه ونص. اوكي، فاحنا بدانا في مرحله لا كل حاجه في حياتنا لا. انا موجود على فكره. لا لو لا طب عايز موزه لا، ويبقى عايز هو اللي طالبها اصلا، يجي تيجي تديها له يقول لك لا، وما ينفعش انت تقولي لا. فالتشالنج ان انت لما بتيجي تقولي لا بندخل بقى في نوبات غضب وعياط وصريخ وكده عشان هو عايز الحاجه اللي هو طالبها. فده لما بيحصل يعني لو في مره واحده بس انا وبابا مثلا ضعفنا وادينا له اللي هو عايزه، هيفهم ان هي دي لغه التواصل. اوكي، ان ايه ده انا لما اعيط واصرخ وادبدب في الارض هيدوني اللي انا عايزه. فالصعوبه في ان احنا نثبت على موقفنا كنترول الموضوع شويه. وطبعا ده بيجي ان احنا طبعا يعني احنا بنعمل ده انا وبابا في البيت، بس فكره بقى ان انت تخيلي وانت في تجمع عائلي والطفل بيعيط وبيصرخ وانت بتحاولي تكنترولي، فهتلاقي الناس اللي حواليكي حرام عليكي ده طفل صغير. طب تعالى يا حبيبي انا هديكي اللي انت عايزه، فكل اللي انت عملتيه بيبوظ. فهي هو ده اصعب فتره احنا دلوقتي بنمر بيها يعني. ده حقيقي. طيب امهات كتير في المرحله دي بيكون عندها مشكله مع نوم البيبي، هل ده بيحصل معاكي؟ طبعا ده يعني من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا حاليا. بصي هو انا بدات من بدري شويه. لما يعني لما حسن بدا يكبر ابتديت ان انا اشوف اقرا اكتر عن النوم. طب ابتدي الجا يعني لجات لاستشاريه نوم عشان افهم اكتر البروسيس بتتعمل ازاي ونعمل تدريب نوم وكده. طبعا كل ده بيبوظ مع اول طفره نمو او تسنين، يعني كل حاجه بتتمسح وبتبتديها من الاول. بس الثوابت اللي انا ماشي عليها عشان احاول يبقى في حاجه كونستنت او بيز انا ببني عليه هم حاجتين. اول حاجه ان هو من دي 1 بينام في سريره، يعني من اول ما اتولد وهو على طول بينازم ينام في سرير سيبريت حتى لو هو معانا في نفس الاوضه. وتاني حاجه ان احنا ثابتين على بيد تايم، يعني ميعاد نوم معين وروتين معين. يعني انا بحاول انه انا خلاص هو في طفل جه، فانا حياتي هي اللي بتتغير عشان تناسب احتياجاته هو. فمثلا بقيت ان انا غيرت نظام خروجي، يعني اصحابي عارفين ان لا انا بمشي الساعه مثلا 7 عشان حسن بينام الساعه 8:30، فمحتاجه ابقى في البيت على الميعاد بتاع النوم بتاعه. فده طبعا مسهل عليا شويه، مش هقول لك ان هو حل المشكله، بس ups and downs يعني واحده واحده كده بحاول ان انا ايه اكنترول الموضوع. بس يعني للاسف هو ملوش حل،
هما كل شويه بيقعدوا يقولوا لنا لما يتم سنتين هينام، لما يتم ثلاث سنين هيمان، ما فيش الجامعه ان شاء الله. اه يعني ما فيش حاجه بتحصل، فمستنيه اشوف ايه اللي هيحصل في المستقبل ان شاء الله. طيب بمناسبه النوم، وباي ذا واي انت بتقولي انك ظبطتي مواعيدك، فانا شايفه انه اللي بتقوليه بتعمليه فعلا. هو التربيه بتبقى تربيه الجانبين، دي حقيقه. فكره انك ظبطتي مواعيد نومك على مواعيد نومه عشان تعملي له بيد تايم، عشان يبقى عارف ان في روتين ماشيين عليه، دي حاجه خطيره منك بجد. والله بنحاول بنجتهد. لا بجد برافو عليكي. طيب ناس كتير بتشوف ان نوم الطفل معاهم في الاوضه بيبقى امن، بيحسسه بالامان اكتر، انت ايه رايك في ده؟ ده حقيقي فعلا، بس طبعا لسن معين. يعني هو المفروض اللي طبيعي انه من بعد سنه بيبتدي ينفصل وينام في اوضه لوحده. في الحقيقه انا لسه ما عرفتش اعمل ده، يعني حسن دلوقتي سنه ونص وانا لسه حاسه انه بدري شويه عليه، فمستني يعني قلت هستنى لما مثلا يتفطم على الاقل، فيبقى يعني خلاص بقى واحده واحده سيبريشن يحصل، ينام في اوضه لوحده. بس بالنسبه له لو الاوضه دي هو يعني المفروض انه مثلا خلاص هو انت قررتي تنقلي، فقبل القرار ده فاحنا بندخله الاوضه يلعب فيها كل شويه، بيشوفنا مثلا قاعدين فيها، بيبتدي نربط كونكشن مع الاوضه دي عشان ما يحسش ان هو مره واحده راح مكان غريب عليه، متعاقب او حاجه. يعني هو انت لو حبيبتيه في المكان اللي هو انا المكان ده فيه لعبي وماما بتيجي تقعد معايا وكده، فواحده واحده هو هيبتدي يحب المكان، فلما يجي ينام فيه هيبقى الموضوع اسهل شويه. صحبي. طيب بطبيعه الحال، وبما انك قررتي تشاركي الجمهور تجربتك مع الامومه، اكيد بتتعاملي مع امهات كتير وبيطلبوا نصايحك، ايه اكتر مشكله شايفه ان الاهالي او الامهات بيعانوها دلوقتي؟ بصي مش مشكله، بس انا يعني اكتر الاسئله او الحاجات اللي بتجيلي بتبقى محتاجين الامهات فيها مساعده، زي حاجه مثلا زي الاكتيفيتيز او الانشطه بتاعت الاطفال، لان معظم الاطفال سوري الامهات حتى بالذات لو بتشتغل يعني او قاعده في البيت، بيبقى خلاص هي طول اليوم قاعده مع ابنها، واحنا الحمد لله دلوقتي معظم الامهات عندها وعي ان ايه الخطر بتاع الشاشات على الاطفال والسكرين تايم، فكل الامهات بتحاول تقلل ده، فعايزين بقى اكتيفيتيز يعني يقضوا وقت بيها مع اولادهم. فبحاول دايما اشارك افكار انه مثلا بنعمل اكتيفيتي معينه، طب الاكتيفيتي ده بيأثر ازاي على الطفل، ايه المهارات اللي بينميها، مهارات مثلا مهارات الحركه الدقيقه حاجه بيعملها بصوابعه، لا بيركز بينمي مهارات تركيز اكتر، فدي حاجه. حاجه تانية افكار الاكل، لانه الامهات بتزهق، ومثلا تلاقي حد بقى اسمه يبعت يقول لي طب انا باكله نفس الحاجه كل يوم وهو زهق وانا زهقت مش عارفه اكله ايه، فانا دايما بحاول اشارك انه مثلا كل يوم بشارك فكره فطار للطفل او غدا او عشاء، بحيث ان الامهات تحس انه ممكن يبقى فيه تجديد، لانه طبعا زي ما احنا بنزهق هم الاطفال برضو بيزهقوا. يعني لو بياكل كل حاجه الحاجه نفسها كل يوم هيحس ان هو خلاص بقى يعني. على فكره فانا تلاقي الطفل ما بياكلش والام زهقت، فدي حاجه من الحاجات اللي انا برضو بحاول اركز عليها شويه كمساعده برضو للامهات. يعني حلو قوي. طيب انت كرانا شايفه ايه الحاجه اللي كنت محتاجه تعرفيها، او لما بقيتي ام اكتشفتي انه انا ازاي ما اعرفش ده، او ايه الحاجه اللي حسيتي فعلا فاتني اعرفها قبل ما اكون ام؟ بصي هقول لك حاجه، مثلا زي الديفلوبمنت بتاع الاطفال. يعني معظم الامهات الجديده بالذات بتبقى قاعده منتظره ان هو ايه ده انا ابني هيقعد وهو 4 شهور، بعد كده يجي 4 شهور ويوم يا لهوي ده انا ابني ما بيقعدش، انا كده في حاجه غلط اتاخر. طب انا ابني المفروض يصحى وهو 7 شهور، تيجي بقى وهو 7 شهور واسبوع بانيك. فانا كنت كده، يعني انا في الاول كنت كده، وبعدين لما بدات اقرا وافهم حسيت انه لا، هو الاطفال بتديفلوب يعني في رينج معين، بس مش كل الاطفال زي بعض، في طفل ممكن يزحف، في طفل ممكن يمشي من غير ما يزحف، في طفل ممكن يقعد وبعدين يرول اوفر او يتقلب، في طفل تاني ممكن ما يعملش ده. فالفكره ان احنا كامهات نبقى فاهمين انه بجد كل طفل مختلف عن التاني، as long as او انه طالما الطفل بيديفلوب في الوقت المسموح بيه طبيا، وانت طبعا بتتابعي مع الدكتور بتاعك، فخلاص يعني سيبي الطفل، يعني كده كده هيكبر وكلنا هنكبر، بس في الاخر البريشر اللي بيبقى محطوط علينا كامهات هو ده اللي بيتعب. يعني الموضوع بيبقى مقلق، وانت كام حاسه بالذنب اللي هو طب انا في حاجه قصرت فيها، طب اساعده ازاي، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير. صحيح. يعني ممكن اعتبر دي نصيحه منك للامهات، بانه الطبيعي تكوني عارفه الافرج بتاع السن اللي ابني فيها هيبدا يزحف، ابني فيها هيبدا يسنن، هيبدا يقف على رجله يمسك في حاجه. بس مهم اي ما تركزيش انه وانس تم السن ده بيوم يبقى كده في مشكله، لا تبقي عارفه ان في افرج، يعني
حته كده صغيره ما بين اكتر سنه او اقل سنه. بالظبط. ولو قلقانه ارجعي للدكتور، ما تكتبيش على النت يا جماعه انا ابني 4 شهور فتلاقي واحده تقولها يا لهوي انت ازاي ساكته. يعني الناس بجد بتوترنا. فلو انت كأم قلقانه ارجعي للدكتور بتاع طفلك، هو اكتر واحد هيقدر يطمنك. لكن ما تقعديش تحرقي في دمك وتتضايقي وتقلقي عشان حد مثلا قال لك حاجه، والحد ده ممكن يكون مثلا بنت عمتك. طب ما ايه السورس بتاعها؟ هي سورس بتاعها ودي تجربتها هي فبتطبقها، وده مش صحيح. دي حقيقة. طب بمناسبة بقى التجارب، الحاجات اللي بتشاركيها مع الناس، هل هي تجربتك الخالصة مع الأموة، ولا بيبقى عندك مصادر بتدوري أكتر، بتشاركي معلومات ممكن تكوني ما جربتيهاش بس شايفة إن هي هتفيد أكتر؟ لا، كل اللي أنا بعمله بوستنج هو تجربتي. يعني أنا في حاجات يعني بقراها بريسيرش عليها أو كده، بس مش بطلعها للناس غير لو أنا فعلا جربتها. لأن زي ما قلتلك هو المعلومة موجودة على الإنترنت، أي أم ممكن تدور توصلها. بس الفرق بين يعني إن أنا هسيرش وأشوف معلومة مكتوبة في ويب سايت أو حاجة، وبين اللي أنا بحاول أوصله، إن أنا بوصل التجربة حتى لو هي فاشلة. يعني انا مثلا زي ما بحط لهم افكار اكل مفيده للاطفال وبيحبوها، لما بعمل اكله وبخترع حاجه وبتفشل بقول لهم يا جماعه انا جربت ده وكفاف وشي. فلو انت عايزه تجربي جربي، بس دي تجربتي. فهو ده اللي بيوصل لهم احساس انه انا يعني الموضوع سهل، انا مش هتعب، انا شفت مثلا النصيحه دي فانا عارفه ان هي متجربه، فيا اما هاخدها زي ما هي يا اما هجربها واشوف هتناسبني ولا لا. بس كل حاجه ببقى انا جربها قبلها. حلو قوي. طيب شايفه ايه رنا اللي اتغير فيكي بعد الامومه؟ يعني كنتي ايه وبقيتي ايه في جمله سريعه كده؟ كنت ما بركزش في التفاصيل. وكنت يعني عشوائيه شويه. بعد الأمومة بقيت باخد بالي من أدق التفاصيل، يعني بالذات لو حاجة تخص ابني. وبقيت منظمة جدا، وموضوع بقى اللي هو يعني خلاص في سيستم، في روتين. سبيشالي عشان أنا بشتغل، فالموضوع كمان يعني أنا لو ما عملتش كده الدنيا هتبوظ مني خالص. صحيح. فدول أكتر حاجتين اتغيروا. التركيز في التفاصيل، يعني من هنا أصلا بيبدأ السورس بتاع ولو قمت وجبتها لك. هي الأم خلاص مجرد ما بقت أم هي عارفة كل حاجة، عارفة فردة الشراب فين. أيوة. فلو قمت وجبتها لك ده ليه أثر يعني. دي حقيقة. أنا أصلا بجد بقيت ساعات بحس إنه إيه ده، هي مين دي؟ أنا ما كنتش كده يعني بجد. أنا ما كنتش كده. فحتى الناس اللي حواليا مستغربيني اللي هو إيه ده أنت رنا ما كنتيش كده. فالحمد لله يعني التطور افضل. ربنا يقويكي بجد. طيب بمناسبه انك قلتي الصعوبه في التوفيق بين شغل البيت والبيبي وشغلك انت، فانا عايزه اعرف ازاي بتقدري توفقي بين ده كله. بصي، هو الفكره انه يعني لازم اي ام، قبل ما اقول النصيحه، هي لازم اي ام بتشتغل بالذات تبقى عارفه انه ما بجد ما فيش اي حد بيعمل كل حاجه 100%. ولو حد قال ان هو بيعمل كده غالبا مش تبقى دي الحقيقه. فانا لازم يبقى في اولويات، يعني شغل بيت شغل والبيت والابن. فانا مثلا مرتباهم ان بيتي، ابني وبيتي، وبعدين الشغل. وبحاول ان انا اعمل ماكسيمم افورت في الاثنين. بنظم ده ازاي؟ بنظم انه مثلا حاجات بتسهل عليا، ان انا مثلا ابقى عامله اكل جاهز على ان هو يستوي، بعمل اكل واشيله في الفريزر، بعمل لحسن مثلا الميلز بتاعته، في حاجات ينفع تتشال في الفريزر او في الثلاجه فبتمشي معايا كذا يوم. زي مثلا ان انا حسن بيروح الحضانه، فانا اسبوعيا بحضر له الاوتفيتس بتاعت الحضانه والحاجه اللي هو هيحتاج ياخدها معاه، بحيث ان انا بصحى كل يوم ابقى عارفه خلاص هي دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهارده. يعني بحاول، وهكدب عليكي لو اقول لك ان انا بعمل كل حاجه بيرفكت، لان فعلا ده مش دوبل اصلا. سوري، مش دوبل اصلا، يعني مش منطقي. بس يعني بنحاول. يعني والله انا فخوره بمحاولاتك وشايفاها وشايفه محاولات كل ام. دي حاجة حقيقي خطيرة، يعني أنا بحب كلمة خطيرة فهتلاقيني بقولك طول الوقت خطيرة. بس برافو عليكي، ربنا يوفقك إن شاء الله. مبسوطة جدا بكلامنا سوا وفقرتنا، وأتمنى أشوفك في مرات تانية إن شاء الله. ميرسي ليكي جدا يا تقى. ميرسي ليك، شكرا. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم، استنونا ما تروحوش في حد. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعنا دلوقتي نموذج مشرف لأم وصاحبة براند مخبوزات وحلويات باستري ماما، وصديقة مفضلة لبنتها كمان. معنا ومعاكم أستاذة عبيرة أبو المجد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وملك بنتها الجميلة. أهلا بيك يا ملك. إيه الأخبار؟ منورين الدنيا. حبيب.
كله حلو؟ الحمد لله. كلميني مدام عبير لو سمحتي عن حبك للمطبخ بدأ امتى، بما ان احنا هنتكلم دلوقتي عن المشروع بتاع حضرتك. بدأ من بعد ما اتجوزت بحاجة بسيطة قوي، يعني دخل علينا رمضان وما كنتش بعرف اعمل اي حاجة في حاجة رمضان. حماتي دي اللي هي الشرف بقى ان هي يعني علمتني ازاي ابتدي اعمل حاجة، وكانت اول سنة ليا اشتغل في اعمل فيها يعني للبيت مش شغل. بس الحمد لله الحاجة طلعت حلوة قوي، فمن هنا بدأت احب ان انا اعمل الحاجات دي. حلو قوي. سنة ورا سنة بصيت لقيت نفسي لا، انا حابة اعمل الفكرة دي، يعني حابة ان الناس تدوق الحاجة اللي انا بعملها يعني. من هنا بدأت فكرة المشروع. حلو قوي. طيب ايه اكتر حاجة حضرتك بتعمليها مميزة بيها او اولادك بيحبوها؟ كيكة البلح. السابلي طبعا من بدايتي. البلح. انا عرفت الاجابة. اللي مالك بتحبها. اللي مالك بتحبها. لا السابلي طبعا يعني اكتر حاجة مشهورين بيها. حلو قوي. طيب ايه الخطوات يا ملوكة اللي شاركتي فيها ماما؟ احنا في الاول كنا صغيرين قوي، فانا فاكرة طفولتنا كانت مرتبطة جزء كبير قوي منها بشغل ماما، والحاجات كنا بنقعد نربط فيونكات ونعمل ورود للاطباق وحاجات كده، فالموضوع بدأ من واحنا صغيرين قوي. لما بدأنا نكبر حسيت بقى ان احنا خلاص احنا كبرنا والمفروض نبدأ نعمل حاجة، فساعتها بدأت ان انا اكريت البيج واعمل جروب ومسكت السوشيال ميديا. لحد ما فتحنا المحل. حلو قوي. طيب ممكن اتكلم اكتر عن المشروع، يعني المشروع مشي ازاي، بدا ازاي، حاليا احنا فين، بنعمل ايه؟ بصي هو بدايه المشروع كانت في البيت. أوكي. يعني على فرن صغير قوي وعلى سكيل صغير، وبعد ما بنيمهم ببتدي اشتغل عشان كنا عاملين قلق. لا جامد مدارس بقى ومذاكره وبتاع، فيعني لازم فخلص القسم ده وبعدين اخش على القسم التاني. اوكي. بصي بدا يعني من فكره صغيره قوي ومن صنف واحد لكذا صنف، من توريد لمكان لتوريد لمحلات. فبدات افكر ان انا لا انا لازم اكبر الفكره، يعني ما يبقاش بالبيت، يبقى حاجه اكبر شويه من البيت. من هنا بدات افكر ان انا اخد مكان اشتغل فيه واجيب ناس معايا اعلمهم ويساعدوني. خطوة في خطوة بدأت بقى لا المكان اللي أجرناه بقى مكان أكبر، بقى التوريد أكتر، ملك مسكت السوشيال ميديا، بدأت تعمل بيج، بدأت تجيب أوردرات خارجية غير اللي احنا بنوردها، بدأنا نتعرف. فصراحة يعني ملك أول واحدة قالت لا نفتح محل. حلوة قوي. طيب. دي كانت يعني بداية انطلاقة ان احنا نفكر نفتح محل، كانت ملك. حلوة قوي. حلو قوي. يعني برافو عليكي عشان طلعت لنا المشروع للنور. يعني اتفرجت على شغل حضرتك ما شاء الله حلو قوي، ولازم اقول لك اني جايه ادوق قريب. ماليش دعوه انا جايه ادوق. استناكي. ان شاء الله. طيب ازاي مالك بقى بتساعد حضرتك في التسويق؟ يعني ذكرتي ان هي اللي قالت نعمل صفحه، يلا بينا. هو احنا يعني بدانا الاول كنا لسه ما فتحناش المحل، فبدانا اونلاين، فالريفيوز يعني الناس جربت عملوا ريفيوز، فالريفيوز جابت ناس، فالجروب بدا يكبر. الجروب بقاله 3 سنين، هو دلوقتي وصل ل 32,000. فانا حاسه ان انا عملت اتشيفمنت ان انا جروب كان قد كده اهو، وبدانا نعمل مسابقات وندخل ناس وكده لحد ما الناس بدات تجرب، فالناس بدات تجيب ناس. فاحنا كنا وصلنا البوينت ان احنا لا احنا لازم نفتح محل، لان احنا كنا اتعرفنا وبدانا ننتشر، فحسيت ان احنا خلاص احنا دلوقتي جاهزين ان احنا نفتح المحل، فخدنا الخطوه. حلو قوي. طيب احنا بدانا الاول بالحلويات ولا بالمخبوزات ولا بالاثنين سوا؟ عادي. لا بالحلويات. اوكي. اشمعنى؟ زي ما قلت لك ان انا كانت اول تجربه ليا كانت دخله عيد، فعشان كده كملت في القصه دي. اوكي. طيب ايه اكتر حاجه يا مدام عبير بتطلب من حضرتك او الناس بتحبها بقى؟ حاليا كيكه البلح طبعا. هي مبسوطه جدا. هي حاليا كيكه البلح كل يوم طبعًا. يعني يا بخت. يعني اللي هو احنا بيحصل عندنا خناقات عشان كيكه البلح يعني. والفتره اللي احنا فيها بقى رمضان طبعا بنتكلم بقى في الحاجات اللي طالعه بقى، الترندات الجديده بقى، الكنافه ملفي وكنافه مانجا والكلام ده كله. اوكي. طيب ايه اكتر موقف صعب بقى تعرضت له سوا في الشغل؟ فاكره؟ اكيد. انا عايزه اعرف حالا. فتحنا المحل. وبعد يوم الافتتاح كان افتتاح رائع، وتاني يوم الافتتاح اضطرينا نقفل المحل تماما، والبضاعه اللي موجوده اترمت. أوكي. الخامات اللي موجوده اترمت لظرف حصل خارج عننا خالص. بسبب دهان قطعه في المحل الشغل كله باظ.
اوكي طيب عملنا ايه وقتها؟ قفلنا قفلنا تماما 10 ايام بس. يعني بصي كانك بتبتدي بقى من اول وجديد تاني، يعني بشده اعصاب تانيه، باحباط تاني، باحباط وبخوف بقى. لا انا بصي احباط دي كانت يعني كلمه صغيره، بخوف رهيب بقى ان انت بتاخدي خطوه من اول وجديد تاني. صحيح. طيب صعبة. الحمد لله ان هي عدت، والحمد لله انه دلوقتي المحل مستقر والمنتجات مستقره. طيب ايه اكتر موقف حلو بقى عدينا بيه سوا في الشغل؟ تسليمات العيد، اول عيد عدينا بيه وخلصنا التسليمات ليله الوقفه، كان انجاز. اللي هو اوكي تسليمات العيد بتبقى حدث عندنا، فاول كان اول عيد نجربه، فالموضوع كان بجد كان انجاز. طيب ايه الحاجات اللي بتختلفوا فيها في الشغل بما ان احنا بنشتغل مع بعض طول الوقت؟ اوكي اتفضلي. بصي هي حاطه نفسها مكان العميل، فبتبقى عايزه الاوردر يطلع بالساعه. يعني العميل عايز الاوردر الساعه 2، يعني يبقى طالع من عندك الساعه 1:30 2 الا ربع ماكسيمم. لو حصل غير كده بنشوف بقى عصبيه وتنشنه بقى وحاجات زي كده. اوكي طيب نرجع للاساس يا مدام عبير، ازاي حضرتك بتقدري توفقي ما بين شغل البيت وشغل المشروع؟ ودي حاجه مش سهله ابدا. بصي هي صعبه، وهما صغيرين كانت اسهل، لان المشروع كان لسه في البيت، فكانت كل حاجه قدامي انا بعمل كل حاجه، فما فيش اي صعوبه. حاليا لا، في صعوبه جامده جدا ان انا اوفق ما بين البيت وما بين الشغل، ان انا اشوف احتياجاتهم. صراحه ملك برضو بتساعدني، يعني اوقات كتيره قوي تقولي ما تنزليش، انا هنزل بدالك، انت شوفي اللي وراكي وهكذا. في رمضان حدث ولا حرج بقى ان احنا ما بنقعدش في البيت اساسا، ما بنفطرش في البيت من اساسه، يعني في المحل. طيب هو حضرتك دلوقتي بتقولي انه الحاجه مش سهله علشان لما كبروا والمسؤوليات زادت، بس مش عارفه كنت متوقعه انه يبقى العكس صحيح، يعني والسن اصغر. ايوه وانت كمان صح، كمان واضح ان احنا بعيد عن الموضوع عشان كده مش مدركين. لا انا بقول لك وهم صغيرين انا كنت معاهم، فانا بشتغل بعد ما بخلص كل حاجه خاصه بيهم. فترة النهار دي بتاعتهم، هما دخلوا ناموا خلاص، انا ابتدي اشوف بقى الشغل هشتغله ازاي، هعمله ازاي. ولما فكرت ان انا اخد مكان اشتغل فيه اخدته في البيت، يعني اجرت مكان في نفس العمارة بحيث ان انا ابقى معاهم ما بعيدش عنهم. اوكي فكانت سهلة. اما كبروا لا بقت اصعب، ان انا لازم يعني البي احتياجاتهم بقى، وهم كبار كل واحد ليه طلب، وكل واحد بيعتمد عليا برضه. هو مفيش مواعيد نوم غالبا، فهي دي المشكله، ان الكبار ما لهمش مواعيد نوم. بالظبط. طيب هلعب معاكم لعبه دلوقتي. مين اكتر؟ اوكي هسال سؤال وهنجاوب مين بيعمل الحاجه دي اكتر، وهكون محتاجه ان احنا نجاوب في نفس الوقت. ماشي ماشي. مين اكتر حد بيدوق الحلويات اللي بتعملوها؟ بابا شريف. اوكي. طيب مين اكتر حد بيعمل فوضى في المكان وهو بيشتغل مننا احنا الاثنين؟ ملك. اوكي. طيب مين اكتر حد بيجيب افكار جديده كل شويه للشغل؟ ماما. انا. اوكي طيب الافكار بتيجي لحضرتك منين؟ ببقى عايزه اعمل حاجه جديده. ببقى مثلا يعني اخر حاجه عملناها ان فكرت في مرضى السكر والناس اللي عايزه تعمل دايت، فبدات افكر في القسم الصحي. فبدات ادور اعمله ازاي لحد ما طلعت المنتج بطعم حلو. يعني مريض السكر ما يبقاش متضايق، بيبقى حاسس ان هو بياكل حاجه لطيفه فيها سكر مناسب ليه. واللي عامل دايت ما بيتضايقش. حلو قوي حلو قوي يا مدام عبير بجد ما شاء الله عليكي. طيب مين اكتر حد بيشتغل عدد ساعات اكتر؟ ماما. انا طبعا. عظيم. طب مين بيتعصب اكتر وقت الشغل؟ انا كمان. احنا الاثنين بنتعصب. طب دلوقتي عايزه اعرف بقى كل حد فينا بيتعصب على ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي لو شفتيها يا ملك هتحسي انه لا انا مش هقدر استحمل؟ وبرده مدام عبير نفس الفكره. المواعيد وان الحاجه ما تبقاش طالعه بيرفكت 100%. بنهار. لا لا بنهار بنهار اللي هو لا هي لازم تطلع زي ما احنا متعودين عليها. لا اي تغيير بيعصب. مراقب جوده يعني. حصل. اوكي. وحضرتك؟ ان اللي معايا ينفذوا الشغل بطريقه غير اللي انا عايزاه. اوكي طيب مين قلق اكتر؟ انا قلقه برضه. بتقلقي من ايه يا ملك؟ من مواعيد.
يعني خلاص انا حاسه ان المواعيد عامله مشكله كبيره محتاجين نحلها مع حضرتك. ان المنتج يبقى فيه اي حاجه ما تعجبش العميل. اكيد دي مسؤوليه تانية بقى هي بالزبط. مش تفهمها قوي عشان حضرتك اللي عامله ده بايدك بالزبط. فبتبقي مستنيه تشوفي اثر ايديكي. يعني عايزه اقول لك على حاجه، ممكن عميل ياخد المنتج ويتعامل مع ملك ويقول لها المنتج فيه مشكله وفيه وفيه وفيه، انا ببقى عارفه انا عامله الحاجه ازاي. هي ملك بتاخد بقى كلام العميل خلاص، هو على حق ولازم ياخد فلوسه او ياخد حاجه بدلها، بنفذ لها اللي هي عايزاه بالرغم ان انا ببقى عارفه ان اللي انا عاملاه، لا انا عاملاه صح وعاملاه كويس لان انا بعمل حاجه بايدي، فانا عارفه انا بشتغل ازاي. اوكي طيب في السياق ده كده ايه اخر مشكله تعرضنا لها في الشغل حاجه شبيهه؟ نتخانق كل يوم. غير الخناقات اليوميه بتاعت الشغل دي طبيعيه، يعني مشكله مع عميل مثلا اتصرفتي ازاي؟ حضرتك اتصرفتي ازاي؟ فاكره اخر حاجه حصلت ايه؟ اول امبارح. اول امبارح كان يبقى اول امبارح. ايه اللي حصل يا مال؟ احنا عملنا برودكت جديد، هو يعني مش منتشر قوي في يعني في السوق يعني احنا فهو احنا عارفين ان هو معمول حلو، هو ما عجبش الكلاينت، فهي حاولت افهمها ان هو معمول صح وان هي دي طريقته، فلا مش عاجبني، فانا خلاص اللي هو اوكي نعمل نسترد الفلوس وما فيش اي مشكله، بس اتضايقت عشان الطريقه ما كانتش ألذ حاجه. يعني في طريقه للتعامل اللي هو ماشي اوكي عندك مشكله والبرودكت مش عاجبك، بس في طريقه للتعامل، فانا ما بحبش حد يجي، ما بحبش حد يزعق اصلا لان هو الموضوع مش محتاج زعيق، فانا ما فهمتش هي بتزعق ليه، فهي دي كانت اخر حاجه حصلت معانا. ده طبيعي للاسف في المشاريع الخاصه عشان انت اللي بتبقي متصدره المشهد. بس خليني بقى اسالك، هل انت اللي بتردي على المسجز؟ اوكي مفيش تيم بيساعد في انه يرد. لا. اوكي حلو قوي، حلو جدا. طيب مين بيحب ينام عدد ساعات اكتر؟ انا متوقع عادي جدا. طيب مين مشاعره فياضه اكتر؟ انا. ازاي؟ مهما اتعصبت بحتويها، سواء هي بقى واخواتها ماما، يعني عشان ماما يعني عارفه ازاي، وبعرف يعني امتص غضبها. ممكن ازعل من رد فعلها في بعض الاوقات طبعا، يعني اوقات بيبقى رد فعلها ما تستحمليهوش يعني، بس برجع في الاخر اقول لا هعرف احتويها ازاي يعني. طيب مين بيروق وينظف اكتر؟ ماما. اوكي كويس انك معترفه عشان اغير بقى الموضوع. عايزه المره الجايه وانا بسال السؤال ده نقول احنا الاثنين. ماشي. اوكي طيب مين بيصرف فلوس اكتر ومش بيعرف يحوش؟ احنا الاثنين عادي يعني. عادي. اوكي طيب خلينا نرجع لكلامنا عن علاقتكم الجميله دي سوا، صداقه قبل الامومه. كلامي لحضرتك دلوقتي يا مدام عبير، في اوقات المشاكل اي اثنين اصدقاء بيكون بينهم مشاكل خلافات، في وقت الخلافات حضرتك ازاي بتتعاملي في الاوقات اللي زي دي؟ يعني هل بتصدري وش كده انا ماما ولا بنفضل اصدقاء؟ لا بصي، لو موقف يعني لازم اكون انا ماما واصدر وش انا ماما بصدر وش انا ماما. موقف يعدي وممكن احتويها وافوتها وافهم ايه هي عملت كده ليه واوجهها، بعمل كده. بس لما بصدر وش انا ماما ببقى وحشه. ربنا ما يوريكي. ببقى صعبه. يعني هو شيء مطلوب برضو أكيد. عشان نحفظ الليمتس بتاعتنا. طيب سؤال دلوقتي اظن ان اجابته هتفيد كل ام بتتفرج علينا، ازاي حضرتك قدرتي تخلقي علاقه الصداقه دي بين حضرتك وبين ملك؟ بصي هما من صغرهم، يعني مش هقول لك ملك بس، هما الثلاثه احنا اصحاب، علمتهم من صغرهم اي حاجه تحصل تحكوها لي، ما تخافوش، لو كذبتوا هتتعاقبوا، لو قلتوا الصراحه عمري ما هزعل منكم. فبدات من هنا خلاص، هي في ثقه بينا، اي حاجه بتحصل بنيجي نحكيها لماما، وماما بتعرف تحل المواضيع وكبرنا على كده. حلو قوي. طب حضرتك بتشوفي ان شغلكم مع بعض بيقربكم اكتر لبعض ولا بيعمل مشاكل اكتر؟ لا بيقربنا طبعا. اوكي طبعا. حلو قوي. طيب نتكلم اكتر عن الامومه بما ان ده موضوع حلقتنا. الأمومة غيرت في حضرتك إيه؟ لا غيرت حاجات كتيرة قوي. يعني تفكيرك كله ليهم، عايزة تحقق لهم اللي نفسهم فيه، ما بتفكريش في نفسك تقريبا خالص، عايزاهم أحسن منك في كل حاجة. يعني كنت زمان ما بفكرش كده قبل ما أجيبهم، بعد ما جبتهم لا يعني هم حياتي. بس
ربنا يخليهم لك في نهايه اليوم. طيب يا ملك، ايه الحاجه اللي بتضايقك من ماما او بتعصبك؟ لا مش بتضايق يا ولد. لا بنلم المواضيع مع بعض. اوكي. حلو قوي. طيب انا عايزه كل حد فيكم يقول كلمه للتاني. يلا يا ماما. يعني اصل في كلام كتير قوي صراحه. يعني هقول لك بحبك. وانتي ليكي يد كبيره قوي 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 في النجاح اللي احنا فيه ده، بفضل بعد ربنا ليكي في حاجات كتيره قوي. ربنا يخليكي حبيبتي. اوكي. خلاص شلعي. طيب ايه الحاجات اللي اخذتيها يا مدام عبير من اهلك وطبقتيها في التربيه؟ بصي، اخدت منهم ان انا احب ولادي وافضلهم عن اي حاجه في الدنيا. يعني والدي ربنا يبارك له ويديله الصحه ما حرمناش من حاجه. مامتي برضو الله يرحمها كانت حلوه قوي معانا وكانت جميله. صاحبتنا. فخدت منها دي، وخدت من بابا ان انا يعني عايزه اعمل حاجه افضل وراها لحد ما احققها. هو سندني كتير قوي، وقف في ظهري كتير قوي، وبرضه ما اقدرش انكر وقفه جوزي معايا لحد دلوقتي. هو ايدي اليمين والشمال وكل حاجه. جميل. ربنا يحفظكم. ربنا يخليك. طيب يا ملك، السؤال ليكي المره دي، ايه الحاجات اللي هتاخديها من ماما كوبي بيست تربي بيها اطفالك، وايه الحاجات اللي هترفضي تعمليها مع اطفالك؟ لا، ماما ما عملتش معانا حاجة أقدر أقول إن أنا رفضها. لا، ماما طول عمرها معانا في ظهرنا، بتسمعنا، بنحل يعني حتى لو عملنا مصيبة يعني بنلم الموضوع مع بعض من غير ما بابا يعرف أصلا. ف هو عارف دلوقتي يا ماما. خلاص هو مش عارف عملنا إيه بالظبط. لا مفيش حاجه خالص ماما عملتها معانا انا رفضاها، بالعكس هطبق كل اللي ماما عملته معانا. اوكي. طيب حضرتك تقدري تقولي لي او تقيمي لي تجربه الامومه بوصف معين؟ الامومه هي الامومه، ملهاش وصف. الامومه يعني الامومه فعلا ملهاش وصف. الامومه من فوق كده هي حاجه بترقص كل المشاعر، ملهاش وصف خالص. يعني يعني مجرد ما بتعرفي ان انت حامل انت مشاعرك بتتغير تماما. يعني طيب حضرتك تقدر تدينا نصايح للامهات، سواء الامهات الجداد او الامهات اللي عندهم اطفال من بدري، او اللي لسه ما بقوش امهات؟ اللي لسه ما بقوش امهات ان شاء الله هيبقوا امهات ان شاء الله. الامهات دلوقتي لسه في بدايه ان هم معاهم بيبيهات واطفال، الصبر. الصبر معاهم، عشان بلاش عصبيه. بلاش عصبيه مع الاطفال، لان فعلا عصبيه مع الاطفال بتخلي الطفل عصبي وبتخليه مش عارف يتعامل مع اللي حواليه من كتر ما هو عصبي. ودي حاجة يعني بجد نصيحة مهمة جدا 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 للأمهات الجداد. جميل. طيب حضرتك بتشوف ايه أصعب مرحلة في الأمومة أو في التربية؟ وإحنا لسه بيبيز ولا مرحلة المراهقة؟ مرحلة المراهقة طبعا دي من أصعب المراحل. انت بيحصل لهم بيتغيروا بطريقه صعبه، فما كنتيش تبقي مصاحباهم ومحتوياهم هيفلتوا من ايدك. طيب حضرتك اتعاملتي معاها ازاي؟ بالحب. بالتفاهم، بالصحوبيه، بالمشاركه في كل حاجه معاهم، في كل حاجه. كل ما تتخيليه في مشاركه. خارجين بشارك، ده مسافرين بشارك، عايزين يروحوا حته، يعني بصي مشاركه تامه. حلو جدا. بس على اثر المشاركه، في ناس بتقول انه لما صاحبهم جدا للدرجه دي هفقد الهيبه زي ما بيقولوا، مش هيسمعوا كلامي، مش هيخافوا مني. لا 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 خالص. عليها بصه. يعني عليها بصه. اوكي. مفيش. تسكت تماما يعني. اوكي. يعني ملوش علاقه. احنا في الاخر ملوش علاقه. يعني حضرتك بتنصحي انه مهما كان الموضوع مرهق، مهما كان اطفالنا المراهقين متعبين، بالزبط. هما في الاخر محتاجين حاجة واحدة بنستمر عليها، الصداقة، الاحتواء، التفاهم، الحب. الحب اكيد. حلوة قوي. طيب ايه اكتر موقف وملك مراهقة مثلا عملته حسيتي انك هتتجنني بس لازم تمسكي اعصابك؟ لا عملت كتير. مش فاكرة. كويس ان مش فاكرة. لا مش فاكرة. كويس ان مش فاكرة. بس يعني عملت طالما كتير. احتويت الموقف بنساه. ما ببقاش فاكرة اللي حصل. يعني خلاص احنا احتوينا الموقف وعديناه وكبرنا بقى. خلاص كبرنا بقى، فما ما بنفتكرش يعني. اوكي. طيب يا ملك، امتى بتفصلي ان دي ماما وماما صاحبتي؟ يعني امتى بتكون ماما؟
ماما؟ لا هي يعني على اغلب الوقت بتبقى ماما، بس بيجيلنا لحظات ببقى لا انا ببقى محتاجه ان احنا نفصل ماما تماما عن الموضوع. ماما بقى بتعرف تعمل ده حلو قوي، اللي هو يعني انا ممكن ابقى جايه بجد عامله كارثه، بس هي مش هتتعامل دلوقتي ان هي ماما، فهي بنقعد بقى نفصص الموضوع حته حته لحد ما نشوف هنعمل ايه. فهي بجد ماما شاطره في ده، ان هي تفصل تماما ان هي ماما عن ان هي صاحبتي. حلو قوي. طيب احنا لينا اختين تانيين صح؟ اختين تانيين، فاحنا ثلاثة ما شاء الله ربنا يبارك. حضرتك بتشوفي انه سيطرتي على الموضوع، سيطرت حضرتك يعني على الموضوع، محتاجة تكون زي ما اكون بترقص الطاولة يعني او الترابيزة، فانا بخلي بالي من الثلاثة بنفس الطريقة بنفس الشكل، ولا بعامل كل حد فيهم على حسب الطريقة اللي هو محتاجها؟ بتعامل كل واحد فينا على حسب الطريقة اللي هو محتاجها، كل واحد بشخصيته. انتي معاكي ثلاثة، كل ثلاث شخصيات مختلفة، فانا بتغير بشخصيتي كمان عشان اواكب الشخصيه اللي قدامي. بالظبط تعمل كده فعلا. بالظبط ده حلو قوي. يعني عندك الكبيره شخصيه يعني مختلفه تماما، وحاليا هي ام، فانا بنصحها بعدم العصبيه مع ابنها يعني. الصغيره خالص شخصيه هبه منها يعني. فلا كل واحده ليها تعامل خاص. ملك شخصيه مودية، فلازم تتعاملي معاها بطريقتها. هنشوف جاي منها بايه النهاردة. بالظبط، يعني جاية فرحانة ولا جاية مكشرة ولا، فبنتعامل بهذه طيب الطريقة. لو في شخصية عنيدة بقى ازاي هتقدري تتعاملي معاها؟ لا هو في شخصية او حد منهم في مرحلة من المراحل؟ هو في، هو اوريدي فيه. ازاي بقى بنتعامل معاها؟ بسايس. بسايس لحد ما نشوف عندها هيوصل لايه، يعني مين فينا هيكسب بقى. هنصر على اللي احنا عايزينه ده، ولا هنقتنع بالكلام؟ وفي الغالب بيقتنع. طيب اوصفي لي كده شخصيه ملك. عناديه وموديه. الكلام كان عليكي على فكره، بتقول فيها وموديه. خدت بالي انا كمان. وحنينه قوي. يعني ما في حاجه حلوه، هي دي ملك. احن واحده فيهم يعني. طبيعي ما شاء الله حضرتك يا مدام عبير، من كلامك وكلام ملك فهي اتغرقت حنيه، فطبيعي تكون الشخص الحنين اللي الناس تحب ان هي تقعد معاه وتتكلم معاه. صحيح؟ صحيح. طيب ممكن نصيحه اخيره للبنات، مش للامهات المره دي، للبنات، بما ان حضرتك معاكي ثلاث بنات ربنا يخليهم لك، واتعاملتي مع شخصيات مختلفه فيهم، فنصيحتك للبنات بقى من تجربتك من اللي عشتيه. اسمعوا كلام ماما، اسمعوا كلام ماما، عشان بجد اي نصيحه ماما بتقولها احنا بنبقى شايفين بره الدايره اللي انتوا شايفينها، فاسمعوا الكلام بجد، امشوا ورا كلام ماما هتكسبوا. صحيح. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيب. نورتينا. كان نفسي يكون وقتنا اطول من كده. ان شاء الله نشوفكم مرات تانية، وما تنسيش اني قلت لك انا لازم ادوق، فانا جايه ادوق قريب ان شاء الله. نورتي الدنيا يا مرق. وبكده يكون وقتنا خلص النهارده للاسف. بتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي من برنامجكم هير.